السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي افضل حال. جولة النهاردة بقى في البداية هنشوف مجموعة كده من الفستات ومن الدريسات، وبعد كده هندخل بقى في السوق ونمشي في السوق، في سوق الخميس طبعا في محافظة كفر الشيخ. ده الجولة بتاعت النهاردة، ده تكملة الجولات اللي فاتت. عملت لكم قبل كده فيديوهين، فيديو جميل جدا فيه كوتشيات رخيصة جدا وبرده شوية حاجات كده في السوق، وفيديو تاني فيه تصفيات عبايات بيتي جميلة جدا برده، وفي محل كده كان في اخر الفيديو محل لقطة، هو لقطة فعلا في حاجات بناتي كده كاجوال جميلة جدا ورخيصة. النهاردة بقى يعني هنشوف كده في بداية الفيديو دلوقتي مجموعة من الدريسات ومجموعة من الفستات، تنفع بقى العروسة لأي بنت بتجهز. يعني هو طبعا احنا داخلين على شتاء، بس اللي هيجيب دلوقتي مثلا واحدة بتتجوز، اللهم صل على محمد، حد عنده فرح كده، ده اللي يجيب الحاجات دي دلوقتي. بعد كده هندخل بقى في السوق وهنشوف شنط جميلة جدا للمدارس، رخيصة جدا، وحاجات حلوة جدا للمدارس يعني رخيصة. وهندخل برضه محلات هنشوف موديلات كده المرايل ولبس اللي هو الاعدادي والثانوي بتاع المدارس كله، يعني هيكون تكملة الفيديو كله مخصوص لطلبة المدارس من شنط بقى وملابس وكل حاجة. جولة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هتعجبكم، حاجات رخيصة جدا في سوق الخميس زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، وكمان يعني الفيديوهين اللي فاتوا هسيب لكم ان شاء الله بإذن الله الفيديوهات دي هسيبها لكم في اول تعليق مثبت، وكمان في شاشات النهاية بإذن الله والبطاقات اللي فوق برضو. تمام، هنشوف زي ما قلت لكم كده جولة في سوق الخميس. احنا في سوق الخميس في محافظة كفر الشيخ، احنا دلوقتي في شهر 10. تمام، في شهر 10 2021. تمام، في شهر 10 2021. الجولة دي كانت في شهر 10 2021، علشان يعني في ناس بتشوف فيديوهات وتلاقيها قديمة جدا يعني، فاحنا في الوقت اللي انا بصور فيه كان في شهر 10 2091، لا كان في اواخر 9. يعني انا دلوقتي بدبلج الفيديو في اول 10، بس انا كنت مصوراه في اواخر شهر 9. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله باذن الله هيكون فيه فيديوهات معانا موديلات شتوي جميله باذن الله، اول ما الشتوي ينزل يعني كل الحاجات الموجوده في السوق كلها حاجات قديمه، فمستنيه بس لما الحاجات الجديده الموديلات الجديده تنزل بتاعت الشتاء يعني تنزل في السوق، وان شاء الله باذن الله هصورها معاكم باذن الله. تمام، الدريسات الموجودة عندنا دلوقتي في محل يعني واحد اسمه أبو ولاء، أنا مش بعلن يعني مش بعلن بعمل إعلان يعني للمحل ولا حاجة، لا والله أنا دخلت كده أصور فيه، اللهم صل على محمد، من غير إعلان أو أي حاجة. طبعا أنا مش بقول ليه يعني المكان بالتفصيل أو اسم المحل بالتفصيل أو مثلا كل حاجة عن المحل، يعني لأن أنا مش بعمل إعلان، يعني انا مجرد اللي انا اللهم صل على سيدنا محمد بوريكم بس كده الموديلات الموجوده والاسعار ان امكن يعني، واللهم صل على سيدنا محمد. اي حد منكم حابب اللي هو يستفسر اكتر او اسم المحل بقى او المكان بتاعه يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله. وهقول لكم برضو مبدئيا كده، هو المحل ده موجود في طريق كده وانت رايحه سيدي مبارك، في نزلتك من المزلقان الوسطاني وانت رايحه على سيدي مبارك، هو محل ابو ولاء، وليه كمان مكان في المعرض عند البوليزات دي، في البوليزه ب90 وفيها المرايل دي في مريالة ب150 120 130، مش كله، والفستات برضو الموجود عنده اللهم صل على محمد برضو في من 100 وانت طالعه، والدريسات في من 300 بقى لغاية 350، يعني السعر تروح من 300، اغلى حاجة عنده ب350، ممكن تفاصلي معاه. هنا بقى طلعنا في السوق، خلاص طلعنا من المحل ودخلنا السوق. شنطة بايه يابا؟ شنطة بايه؟ دي بايه؟ 55؟ نجيب بقى الباتوس تروح الحضانة. والله العظيم دي جميل. وده يبقى ايه؟ كبيرة ده يبقى ايه؟ دي؟ وراح الجاز ده حلو. طب يلا والله جميل. ودي مش خدها ده بنت خالص، ودي بقى في المصحف ده فعلا انت عيب الناس بتاخد ده، هي بنتي هاتي كده يا
خاله والنبي حقي بناتي ولا صبيان؟ دي بنات. دي صبيان دي؟ بناتي؟ ايه؟ ما مشيش صبيان دي؟ والله تمشي الاثنين لو كله بيمشي. عرفت ان هي بناتي؟ يا بنت انا جايبه الراوند شنطه السلف. وري كده انت عايزه صبيان يعني؟ انت ماشيه صبيان حلو. كام دي؟ حلوه صبيان. 130 اخرها كتان. اخرها عندك. ايه رايك في دي السنه الثالثه؟ بتاخدي من النوعيه اللي هي القماش ده هي بتستحمل عدد والله نوعيه القماش ما قلتليش ده هيبقى ايه؟ ب30 يا كم؟ يا ابني دي كبيره كبيره يبقى نوعيه القماش دي كبيره مش كبيره ده بكم قشره؟ ده بقول لك حلوه بتتغسل بتبوخ خلاص انا خبره في الحاجات دي والله انت جبت منهم ايه قبل كده؟ القماش دي بتستحمل معايا مع عيال باقي الترنجات البنطلون ده ايه؟ هذا ام ب 35 دي؟ عايزه اجي ماشي يلا تمانية وثلاثين ب 20 جنيه البنطلون بتاع الدفايه الدفايه اللي بعدها ب 50 دي ب 20 قامات نظيفه اسعار حلوه يعني انا بعدها ب 50 انا بعدها ب 50 عايزه كام سنه طب ودي دي ب 65 جنيه 65 البيجامه البناتي والصبيان ب 50 عايزه كام سنه يا عم الترجه اللي قدامك دي جنيه يعني خط 16 جنيه الصبح كبيرة ولا ايه؟ كبيرة والتانية أحلى من التانية أحلى من تحتها بيه يابا دي؟ ايه يا باشا 65 انت 80؟ أجيب لك إيه يا أبلة؟ طب الحمرا اللي في إيده كده يا نوب طب والنوعية دي بإيه؟ 170 شوف أنت عايزاها بكام؟ هيا مري تعالي تعالي بس لما نيجي تاني يا شغلانة الشباشب اللي بتوب ما عندي كده احنا نزلنا البلد من جوه كنت عايزه اجيب سمنه كده فرط بشتريها بالكيلو يعني معايا برطمان باخد برطمان معايا بجيب سمنه كده في فرط بتكون ارخص بكتير بنجيبها كده بالعلب ونفس نوع السمنه اللي انت عايزاه يعني انت عايزه مثلا تشتري كريستال بتجيبي اللهم صل على محمد روابي بتجيبي الهانب بتجيبي خير بلدي حتى بتجيبي اللهم صل على محمد بتجيبي اي نوع سمنه انت عايزاه يعني هو بيكونوا فاتحين بقى صفايح كبيره ويديكم منها كده بالكيلو انا بجيب السمنه اللي بالكيلو ده ليه عشان انا مش بطبخ بها ولا اي حاجه انا اللهم صل على محمد بعجن بيها يعني بعجن بها قراص بعجن بها رقاق انما ان انا يعني ان انا اطبخ بيها لا مش بطبخ بها خالص انا بحب ان انا اطبخ بالسمنه البلدي او الزبده البلدي او ان انا اطبخ بالزيت يعني الزيت بيكون خفيف وكمان السمنه البلدي والزبده يعني بيكون طعمهم حلو جدا في الاكل انما السمنه اللي هي البراني دي النباتي يعني زي ما بيقولوا عليها سمنه براني بيقولوا عليها براني السمنه النباتي دي مش بتكون يعني مش برتاح فيها بصراحه في الطبيخ يعني تكون تقيله وكده فانا بجيبها للعجين بس تمام اللهم صل على سيدنا محمد طلعنا بقى جبنا السمنه وطلعنا ده محل برضو يعني كله حاجات مدارس برضو اكتره يعني حاجات مدارس شنط وكده اللهم صل على سيدنا محمد بس بصراحه يعني الحاجات فيه كانت غاليه يعني فما خدتش الجوله كده يعني ما ادتش الجوله كده حقها فيه لان يعني الحاجات فيها كانت غاليه يعني فطلعت على طول دخلت كده بصيت شويه فلقيت في حاجات يعني حاجات سعرها معقول شوية وحاجات غالية فطلعت منه أصلا خالص تمام بس بصراحة يعني في شنط وحاجات خامتها حلوة كويسة وفي برضو اللهم صل على محمد موديلات مرايل وحاجات حلوة برضو اهو زي ما انتوا شايفين فهو فيك يعني ده سويتشيرت برضو ولادي ينفع بناتي برضو على فكرة اهو للمدارس طبعا سوي الشيرت المدارس يعني يكون كويس جدا في الشتاء يعني ففي برضو لبس لكل الأعمار لكل السنوات يعني ابتدائي واعدادي وثانوي
المحل ده مش عارفه اسمه بصراحه، مش ما بصتش على اسمه، دخلت كده اخدت جوله على السريع وطلعت. لو حد يعني عجبه برضو موديل فيه او حاجه يقول لي، هقول له على المكان فين بالظبط، هوصفه له في التعليقات. تمام. يعني عايزه انصح اي حد عنده اولاد داخل المدارس وكده، فيعني لو عندكم حاجات قديمه وحاجات يعني قضي بيها السنه دي، يعني حاجات مثلا بتاعت اخواته او اخواتها، حاجات قديمه موجوده عندك قضي بيها السنه دي يعني، فانت مش عارفه ممكن يقعدوا الاولاد تاني يعمل دراسه ولا ايه، علشان خاطر الكورونا وكده زي ما انتم عارفين. فبصراحه انا هقضي باللي عندي. الصلصه دي كده، واحده البتول وواحده الاحمد وواحده البتول. ليه؟ عايزه من ايه؟ هات الحمراء دي، حمراء زي كده لكم. انا عايزه واحده ليا بقى، بابا كان مصطفى كده. تاني واحد من تلاتة أربعة خمسة كده 10 جنيه. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديوهات قبل كده، لازم لما انزل كفر الشيخ لازم اروح معصرة الرشيد، يا اما ناكل جيلاتي يا اما نشرب عصير. فشربنا عصير كده واطلع بقى اكمل. المحل ده محل صغير كده موجود في نزلتك على طول من المزلقان الوسطاني في ريحة سكة الحديد على طول. تمام. وقصاده المحل ده، المحل ده حلو جدا برضو. المحل ده بيتميز عن محلات تانية كتير بان اسعاره كويسة، يعني اسعاره حلوة كده مرتاحة، وكمان تقدري انك تفصلي وتقدري انك تتكلمي معايا، وتقدري انك مثلا لو جبت حاجة تيجي بعد كده تبدليها تاخدي حاجة تانية بدلها. لو مثلا رعاة صغيرة مش عاجبة مثلا ابنك او بنتك اللي انت واخداها ليها كده يعني، فتقدري انك تيجي وتغيري بحاجه تانية. تمام. اللهم صل على محمد. اسيبكم كده برضو كده بجوله. البروده اللي فوق اللي هنا اللي فوق الوسط مش ده. لا لا البروده بتاعت 130 130. هي شطحه عشان بيجي ورصاص مش بلازم. عارف
اتمنى بقى جوله النهارده تكون عجبتكم وتكون خفيفه كده على قلوبكم. اي حد عنده استفسار اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليه ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك في القناه وكمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام.